السلام عليكم. مبسوط جدا جدا ان حضراتكم كلكم موجودين معانا. دكتورة سلوى، ال 65 طبيب اللي موجودين هم موجودين بيمثلوا محافظات مصر كلها. في منهم 6 اطباء غير مصريين من السودان ومن اليمن ومن ليبيا. فاحنا بنرحب بحضراتكم كلكم ونورتونا في مدينه دمنهور العزيزه على قلبنا كلنا. يعني على راي والدتي تقولي دمنهور بلد النور، فانتوا نورتوا دمنهور يا جماعه. الحقيقه الكلام في الاساطر من اصعب ما يكون. وانا ودكتور حسن فوله لما بنيجي كل سنه نعمل البروجرام بتاع الورك شوب نبقى مش عارفين ايه اللي احنا ممكن نقدمه جديد. يمكن محاضرة الالترا ساوند جايدد انسيرشن اعتقد دي رابع او خمس مرة اقولها، بس يعني كل مرة بنبقى قاصدين ان احنا نحط تكات زيادة عشان ما يبقاش الكلام مكرر او يبقى فيه نفس الكلام بيتعاد للناس اللي بتسمعه. فاحنا المرة دي حطينا كلمة انشورينج patency اند durability عشان تضمن ان القسطرة اللي حضرتك ركبتها تفضل قاعدة لأطول فترة ممكنة من غير ما تعمل مشاكل والمريض اصل القسطرة بتسكشن، اصل القسطرة بتقطع، اصل القسطرة بتعمل، اصل القسطرة بتخلي، اصل القسطرة بتسوي. بدء الكلام دايما الجملة الشهيرة ان الهيموداليسيس كاتيتر هيت ليفينج وذ ذيم بات كانت ليف وذاوت ذيم، يعني احنا ما بنحبهمش مع ان شغلنا كله فيهم ولكن مشاكلهم كتيره جدا. واعتقد كل الناس اللي موجوده سواء بتركب او ما بتركبش عارفين مشاكل الاساطر دي. هي يعني الى حد ما المحاضره هيبقى او التوك يعني هيبقى فيه سنه كلام شويه ادفانسد عن الكلام اللي فات، فاتمنى ان يبقى صدر حضراتكم رحب شويه في استقبال المعلومات دي. احنا هنحط ايه المره دي زياده على الالترا ساوند تكنيك؟ احنا بس مش هنتكلم على الالترا ساوند، لا احنا هنتكلم على تيبس اند تريكس، يعني ايه النقط او ايه الحيل اللي انت هتعملها عشان تطلع القسطرة كويسة قوي قوي. نقطة تانية ان الكلام اللي هنقوله ملوش سورسات، يعني مفيش مصدر اكتب تحت السورس باي مش عارف مين ايتال في مفيش. ليه؟ لان الكلام في الاساطر قليل جدا. حضرتك لما تيجي تراجع الجايد لاين كل الجايد لاينز اللي متكلمة على الفاسكولار اكسس كل الكاتيجوري بتاعها بي وسي، مفيش ايه ده، يعني ايه ده مش موجود تقريبا الا في حاجات نادره جدا جدا اللي هو لو حصل هيماتوما اعمل كومبريشن، ده كاتيجوري ايه ايفيدنس. انما بقيه الحاجات كلها كاتيجوري بي وسي ودي وحاجات كمان كلها اكسبرت اوبينيون. فدي صعوبه تحضير اي حاجه في الاساطر ان كلها بتعتمد على الاكسبيرينس بتاعه اللي بيحط. فاول تيب هنقولها اختيار المريض. احنا طبعا هيبقى الكلام مينلي على عكس اللي دكتور وليد قاله. دكتور وليد كل كلامه على حالات الاميرجن، انا هيبقى كلامي على حالات الكولد اللي انا بشتغلها الصبح في لستة القساطر بتاعتي في دمنهور. مين المريض اللي هركب له القسطرة البرميكاس؟ لان انا كمان هيبقى كلامي مينلي على البرميكاس. رقم واحد عشان اختار صح لازم اكون واخد هيستوري صح، مش اي مريض محتاج قسطرة برميكاس. في مريض عامل فيستولا والفيستولا بتاعته اماتيور فاضل لها اسبوعين وتبقى ماتيور، خلاص طب اركب له برميكاس ليه؟ يبقى ههدر وقتي وههدر وقت المريض وهضيع الفاينانشال ريسورسز اللي موجوده عندي في المستشفى. رقم اتنين لازم ادور على حاجتين مهمين جدا جدا جدا، وان انا اعمل سيبتك سكرين وان انا اعمل بليدنج بروفايل. ليه يا فندم بعمل الحاجات ديت؟ عشان للاسف الشديد ما نشوفش منظر زي ده. دي مريضة متحولة لنا من احد يعني المدن في محافظة البحيرة، حد حاول يركب لها قسطرة في اليوم اللي قبله من غير ما يعمل لها بليدنج بروفايل وما نجحش كمان انه يركب القسطرة فتحولت لنا بالمنظر ده. اتفقنا؟ فالالترا ساوند تكنيك هيغنيك ان انت تشوف حاجة زي كده وكمان منظر زي ده ويعني والصور كتير بقى، فيعني ما تتقرفوش وما تتضايقوش وما تتخنقوش، فعادي يعني معلش احنا بنشوف اكتر من كده. تاني حاجة السبتك سكرين ليه؟ عشان مش بعد ما تركب القسطرة باسبوع يحصل حاجة زي كده. حد عارف المنظر ده؟ ده اسمه exposed track، يعني التراك حصل عليه inflammation وابسس وفتح لوحده والسكين بقى نيكروتك ووقع لدرجة ان ما بقاش فيه سكين بيغطي التراك. وده مريض من محافظة باي ذا واي، انا المرة دي يعني ايه انا هحاول التوك ده ما يسجلوش لان انا هتكلم يعني بالمفتشر بمعنى اصح. وما نشوفش منظر زي ده. ايه ده؟ ده طفل صغير بيغسل في محافظة البحيرة يعني وجاله أبسس في التراك بتاع القسطرة، ماشي؟ فدي طبعا مشكلة كبيرة جدا. لو أنت من الأول عامل، ودي مشكلة على فكرة يعني ممكن تكون مشكلة في التركيب وممكن تكون مشكلة في الغسيل أكوردنج هو الكلام ده حصل بعد فترة قد إيه، بس المريض بتاع المحافظة
حصل خلال 10 ايام من تركيب القسطره، فده يركب اناسيبتيك سيتويشن، ما كانش مركب عندنا. طيب ليه الهيستوري مهم والاكزامينيشن مهم؟ عشان تبقى واخد بالك قوي قبل ما تقول يلا بينا وهاتوا الجون ويلا يا مس ويلا يلا بينا نخش نركب للمريض. لازم تبص تشوف المريض بتاعك شبه ده ولا لا. هو ايه المريض ده؟ ده سوبيريو فينا كافا سندروم، سوبيريو فينا كافا اوبستراكشن. واحد تاني زي ده، ده ليفت سوبي، ده ليفت سب كليفن اوبستراكشن، ده مش هينفع نركب ليفت. الناس دي طبعا لازم تتحول لحد فاسكولار او حد انترفينشن راديولوجي عشان يعمل لها بالون دايلاتيشن. طب الماكسيمم بقى اللي انت ممكن تشوفه انك تشوف واحد زي ده، ده بقى يعني ده ليفل الوحش يعني بمعنى اصح. خلاص طب ده لو بصيت عليه من الجنب هتلاقي المنظر ده. بص الاكسترنال جوجلر هنا عامل ازاي، تعبان ماشي في رقبه المريض. ده طبعا ده احنا كده سلمنا عليه وبعدنا وغطينا النص اللي فوق وبصينا تحت. احنا الحمد لله يا رب العالمين ربنا وفقنا وركبنا الراجل ده رايت ايليك برميكاس لغايه بقى ما يتحول يعمل بالون دايلاتيشن ويركب ستنت. والراجل ده انا على تواصل المريض ده على تواصل معاه لغايه دلوقتي والحمد لله الدنيا اتحسنت، وجه شال الاليك لان العمليه بتاعته اشتغلت بعد ما عمل بالون دايلاتيشن. فطبعا الدنيا دي بتبقى كويسه جدا. تاني نقطه، احنا ليه نركب بالسونار؟ لان خلاص يعني احنا في 2021 ويعني اي نعم في ناس من اللي موجودين ما عندهمش سونار في وحداتهم، ولكن اعتقد يعني في رايي الشخصي ان هي تبقى جريمه كامله الاركان لو انت عندك سونار وما بتركبش بيه. دي جريمه 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 جريمه. في ناس بتضحك. طيب الجايد لاينز بتاعتنا اللي هي الكيدوكي 2019 او ذا فاسكولار اكسس بتقول لحضرتك ان انت ات ريكومند. وخدت بالك برضو يعني ده كلام منطقي، ولو حضرتك قريت الجايد لاينز بتاعت الاي سي يو بتاعت الاناثيزيا حاطينها كاتيجوري ايه، هنا حاطينها ايه؟ حاطينها اكسبرت اوبينيون او مودريت ايه، مودريت كواليتي اوف ايفيدنس. ليه؟ لانه بيقول لحضرتك والله الخبره، لو انت عندك خبره كبيره جدا في تركيب القساطر ممكن تبقى عينك عين السونار. خد بالك انت بس يعني همشيها. فبقول لحضرتك احنا طبعا نفضل بنريكومند ان احنا نركب كل القساطر الترا ساوند جايدد. نفضل ان انت بعد ما تركب القسطره تعمل بوست انسرشن ايمجينج لو انت عندك فلوروسكوب كان بها، ما عندكش يبقى هنعمل بعد ما نركب القسطره نعمل اكس راي عادي. طيب هنبدا نمسك السونار. السونار فيه بروبات كتيره بقى من اول الفاجينال بروب لغايه الايكو بروب. احنا لو احنا هننقي مين؟ هننقي البروب ده اللي احنا بنسميه الهاي فريكوانسي بروب او بنسميه الفاسكولار بروب او اللينير بروب. دول التلات اسامي بتوعه. تاخد بالك كويس قوي ان البروب ده فيه علامه كده معينه اسمها النوب. النوب ديت بتبقى معبره في صوره السونار على الناحيه الشمال. ليه؟ عشان ما تبقاش شايف الصوره معكوسه. انت مخك مظبط ان انت عارف تتعامل في الصوره المعكوسه تعامل، انما لو حضرتك لسه بادئ تمسك السونار يا ريت انك تحطه بنفس الاورينتيشن اللي باين قدامك على الشاشه عشان تشوف اليمين يمين والشمال شمال، ما يبقاش الصوره معكوسه خالص. طيب هعمل ايه بالسونار؟ هعمل حاجات كتير قوي. حاجه رقم واحد، هسكان كل الافيلابل سايت اللي انا ممكن اركب فيها قساطر. طب ايه هي الافيلابل سايت اللي انا ممكن اركب فيها قساطر؟ انا ممكن اركب انترنال رايت وليفت، انا ممكن اركب اكسترنال رايت وليفت، انا ممكن اركب سبكليفيان رايت وليفت، انا ممكن اركب النومينيت فين رايت وليفت، ممكن اركب فيمورال وممكن اركب اكسترنال ايليك. يبقى انا لازم ابص على الكلام ده كله، حتى الانومينيت، حتى الانومينيت لو انت تقدر تبص عليه في المريض بتاعك بص عليه. 70% من المرضى اللي بنعمل لهم اسكان بيظهر فيهم الانومينيت كويس جدا جدا جدا، طالما مش اوبيز قوي ومش قادرين يعني او قادر ينام على ظهره كويس بيبدا يظهر الانومينيت. زي ما دكتور وليد قال طبعا سريعا يعني كده القساطر بركبها بالترتيب ده من اول الانترنال لغايه الاكسترنال ايليك واللمبر والترانس هيباتيك. السيرفس اناتومي نفس الكلام، المريض بيبص الناحيه الثانيه، بنبص على الترينجل بتاعه وادي الماسلز بتبقى ظاهره والفين بيبقى موجود ما بين التو هيب اوف ذا سترنوماستويد. ولكن احنا عشان نفهم صوره السونار كويس لازم نبص على الايه، على الفيو ده، ان الكاروتيد ارتري في اغلب الناس ميديال والانترنال جوجلر في اغلب الناس لاترال، وبقول في اغلب الناس. ولو احنا بصينا على الكات فيو اللي موجود الترانسفيرس سيكشن، الكاروتيد ارتري موجود ميديال والانترنال جوجلر موجود تو ذا لاترال سايد، وبيبقى جنبه الثايرويد جلاند ومن بره الاسترنوماستويد مسل، وهو ده المنظر اللي احنا بنشوفه لما بنحط البروب على رقبه المريض. بشوف الفين وبشوف الارتري بشوف الثايرويد بشوف المسل.
طب ليه استخدام السونار مهم؟ على الحقيقه عشان فيه اناتوميكال فاريشنز كتيره جدا، وانت طالما حضرتك ما بصيتش بالسونار انت مش هتقدر تحكم المريض بتاعك هل هو زي 70% من الناس النورمال بوبوليشن الفين بتاعه موجود اون ذا لاترال سايد، ولا زي باقي الناس اللي هو ممكن يكون الفين موجود في اي حته حوالين الايه، حوالين الارتري. طيب هبص بالسونار ازاي؟ في طريقتين مشهورين جدا. الطريقه الاولانيه اسمها شورت اكسس فيو، وهي الطريقه اللي انا بحط بيها البروب بتاع الالترا ساوند عرضي على الايه الفين. يعني بتشوف حضرتك الفين ماشي كده، حضرتك عارف الاناتوميكال كورس بتاعه، بمسك البروب بتاع الالترا ساوند بالعرض وبحطه على رقبه المريض بالطريقه دي. طيب بشوف الفين ازاي؟ بشوفه ككات سيكشن، كسيركل بالطريقه دي كده، وبيبقى ده منظر الايه الالترا ساوند ايمج بتاعته، بيبقى ده شكله على المريض. ولازم تاخد بالك ان النوب هنا موجوده في الحته دي، يعني انا ماسك البروب وعشان اظبط النوب بتاعته عشان تبقى ظاهره على شمالي انا، وانا ماسك البروب على شمالي، مش في ناس تقول لك لا ده على شمال المريض، لا على شمالي انا شخصيا، اتفقنا؟ طيب الطريقه الثانيه اللي ببص بيها، ببص بيها لونج اكسس. ازاي؟ ان انا ببقى حاطط البروب بارالل للفين، ببقى حاطط البروب بارالل للفين، فبيشوف بشوف البروب الفين كتيوب، خلاص ببقى ماسك البروب بالطريقه ديت وبيظهر عندي الصوره ديت في الالترا ساوند، وادي النوب عندي بصه لفوق، فانا عارف برضو اتجاهها ماشي ازاي. طيب انا بصيت على الفين او بصيت على السيرفيس الاناتومي بتاعي، انا لقيت اتنين تيوب او لقيت اتنين سيركل، اعرف منين مين الارتري ومين الفين؟ طالما انت لسه قايل لي ان ممكن يكون الفين موجود في اي حته، يبقى انا رقم اتنين بعد ما بصيت ابدا اعمل ايدنتيفيكيشن للفين، عايز اعرف مين الفين من الارتري. طب اول طريقه واسهل طريقه ان انا اعمل كومبريشن، اعمل ادوس اللي هيبقى كومبريسبل معايا هيبقى الفين، واللي نان كومبريسبل هيبقى الارتري، او ابص على البلسيشن، البلساتايل هو الارتري ولكن اللي مش بلساتايل هو الفين. ولكن ما تخليش القاعده تخدعك، ليه؟ لان مع التركيب ومع شوف الكتير هتبدا تشوف الابنورماليتي. لو حضرتك بدات تركب لمرضى كتير هتبدا تشوف الحالات الغريبه اللي ممكن تكون بتجيلنا بدمنهور وناديلي بيزز، بيجيلنا حالات معمول لها انيوريزم، معمول لها ارتفيشال شنط، معمول لها ايتروجينيك فيستولا، حاجات بنشوفها يعني، فالحمد لله رب العالمين. فاللي هدي الكولابسايل مع حضرتك هو الفين، والنان كولابسايل هو الارتري. الطريقه الثانيه ان انا بعمل حاجه اسمها الكالر دوبلر، خلاص. والكالر دوبلر ده هو بيشوف الاتجاه بتاع الفلو ماشي ازاي ويبدا يديله لون، فطبعا اللون الازرق هو الفين واللون الاحمر هو الارتري. او الطريقه الثانيه اللي اسمها البالسد ويف، ان انا ببدا اقيس البالسز والبالساتايل عندي اللي هو التريبل بالسز هو الارتري، والدبل بالسز او الدبل ويف هو الايه، هو الفين. طيب انا بصيت وعرفت وعملت ايدنتيفيكيشن، الدنيا كده تمام. لا انا ممكن اديتكت الابنورماليتي، اديتكت الابنور، وانا هحكي بقى حكايات في نص، يعني في نص الكلام كده هبدا احكي على حكايات حصلت معانا. يعني انا مثلا اذكر مره كنا في القاهره، كنت انا دكتور حسن في القاهره، وحصل ان في مستشفى من المستشفيات موجوده هناك اتصل الدكتور زغلول، احنا عندنا مريض جاي عشان يعمل ترانسبلانتيشن، والمريض ده محتاجين نركب له قسطره، وركبنا فوق وتحت ويمين وشمال وفشلنا، وهنبعته دمنهور. طب هيجي ازاي والراجل الدنيا معاه صعبه؟ طب احنا اصلا كنا في القاهره فقلنا طب احنا هنروح، احنا بقى رايحين متخيلين ان المريض يعني مش هنلاقي له بقى، مش هنلاقي ايه، مش هنلاقي شعر نركب فيها. فماشي انا وحسن في الطريق، طب يا حسن طب لو حصل كومبليكيشن احنا في مستشفى ما حدش يعرفنا فيها، طب هنتضرب، طب هنعمل، طب هنتحبس. طب قال ودكتور زغلول متابعنا على التليفون، خد بالكوا لو لقيتوا الدنيا صعبه مش عارف ايه، طب توكلنا على الله. الفكره كلها ان انت بتبدا تبص تعمل سكان لكل الافيلبل اريا، زي ما قلنا كده كان مريض شبه نفس القصه دي كده. المريض ده بنحط الالترا ساوند على رقبته، بنلاقي الفين من فوق مفتوح كويس، خلاص والدنيا جميله وكولابسايل من فوق، ولكن مجرد ما بننزل الالترا ساوند لتحت شويه بنلاقي والدنيا كولابس ده اهو، بننزل تحت شويه نلاقي الفين بيحصل له ايه؟ بيقفل. الفين بيقفل، ففي ثرومبس في اللور بارت بتاع الانترنال جوجلر، في اللور بارت او كان في الميدل بارت. احنا لما بصينا اخذنا الراجل المريض ده وبصينا عليه بالالترا ساوند عندهم، لقينا الانترنال جوجلر رايت مفتوح بس من تحت شويه، يعني هو بس ايه ما بصش بالسونار ملي او سنتي تحت. وفي الاخر الراجل اللي كان بور اكسس ركبنا له، يا دكتور حسن فاكر ركبنا له ايه؟ ركبنا له رايت انترنال جوجلر بيرميكاس، يعني مش اكسترنال ولا ايليك ولا مش رايت انترنال جوجلر بيرميكاس. طيب
ممكن نلاقي ايه كمان؟ ممكن نلاقي بارشال ثرومبوس، مكان قسطره قديمه. طب نحط الالترا ساوند على رقبه المريض، بنبص عليها كده يعني مكان القسطره الفايبروشيس اللي موجود في الفين بيبقى مرسوم وظاهر عند حضرتك كده زي المنظر اللي موجود هنا. نحاول بس ايه اوريه لكم اهو، الفايبروشيس موجود مكان القسطره القديمه. فانت طبعا كل ما نزلت تحتيه كل ما كانت الدنيا بقت احسن. بنشوف ايه كمان؟ بنشوف توتال اوكلوجن للفين، منظر زي ده الفين واسع جدا ماسيفلي دايليتد بس نون كومبريسيف. ليه؟ واضح قوي من الـ من الـ من الـ من البي مود بتاعه ان الفلو اصلا جواه ضعيف، ففي ديستال اوبستراكشن، فعشان كده الفين بقى ماسيفلي دايليتد في الـ في الـ في الترانسفيرس سيكشن وفي اللونج سيكشن كمان، في الشورت اكسس وفي اللونج اكسس. من النقط كمان اللي بتاخد بالك منها قوي وانت بتركب بتركب الالترا ساوند المريض، هو دي هايدريتد ولا لا؟ فالمريض الدي هايدريتد الفين بتاعه بيقفل، وانت كل شويه عمال تركب تدخل تروكر تلاقي نفسك بتجيب ارتري، ركب التروكر تلاقي نفسك بتجيب ارتري. طب ايه المشكله من الراجل ده؟ ايه ده اول مره يركب قسطره؟ طب هو ده انا اعرف الكلام ده بيحصل في المرضى اللي ركبوا 10 و15 و20 قسطره، اه الفين اتقفل، انما ده مريض جاي لي فيرست تايم، كل ما ادخل السنه يجيب ارتري ليه؟ اصل المريض كان دي هايدريتد. تمام. طب نعمل ايه مع المرضى الدي هايدريتد دولت؟ خليه يعمل فالزالفا يحزق، او ارفع له رجليه، او ميل ظهر السرير شويه، اعاده ليندلنبرج بوزيشن، او استخدم السونار ببساطه شديده، مش هتحتاج بقى الكلام ده خالص. طيب بعد ما عملت كده بعمل ايه؟ ببدا اعمل ماركينج كده لمكان البين باي علامه، اي بلاستيك اي حاجه، عشان ابقى عارف ده لو انا ايه، لو انا هشتغل اندايركت. يعني ايه اندايركت؟ يعني انا بصيت على البين بالالترا ساوند بس مش هركب ريل تايم، فانا علمت مكان ايدي علامه كده عشان اخش بعد كده بالايه بالبلايند تكنيك. فدي كده سريعا ايه القصه بتاعت الايه اللي ابص ازاي بالالترا ساوند. طب انا هختار قسطره، خلاص انا هركب برميكاس. انواع البرميكاس يعني برودلي كده بتتقسم لحاجات اسمها انتي جريد وريترو جريد. انتي جريد وريترو جريد، كل اللي حضراتكم شفتوه او يعني 99% اللي حضراتكم شفتوه اسمها انتي جريد. القسطره الريترو جريد بتيجي قسطره مفصصه مقطعه حتت، تمام، وبتركب الاول القسطره جوه الفين، بعدين تحفر التراك، بعدين تركب الهب بتاع القسطره مانوال كده تركبه ايه بايدك. طب هو الكلام ده حلو؟ حلو حلو، والكلام ده جميل في حاله واحده، لو بتركب على سي ار. ليه؟ لان احنا في العادي احنا بنحفر التراك الاول قبل ما ندكك القسطره. طب افرض حفرت التراك طويل وجيت تركب القسطره لقيت القسطره بقت شورت مش واصله في المكان المظبوط، او عملت التراك قصير ولما ركبت القسطره لقيت القسطره عدت من الهارت نزلت في الانفيرو في نكافا، طب اشد القسطره؟ طب اقطع التراك؟ طب اعمل حاجه؟ لا، انت هنا بتحط القسطره الاول في السي ار، ما بتشوف التب بتاعتها وصلت عند الميد رايت اتريوم في المنطقه اللي انت عايزها بالظبط، بعدين نرسم بقى التراك. هو بيبقى حاطط لك القسطره طويله انت بتقص منها اللي انت عايزه. كلام حلو وجميل، ولكن محتاج طبعا يكون عندك سي ارم في المكان اللي تشتغل فيه. ولكن يعني ايه اغلب الكلام واغلب شغلنا بالانتي جريد، والانتي جريد في الادلت المقاسات بتاعتها ثابته، مقاساتها ثابته. احنا دايما بيبقى عندنا طول ثابت ما بين الهب، خلاص، لان احنا الجزء ده من القسطره بنسميه الهب، وده الداكرون كف، وفرق القسطره العاديه عن المستديمه هي في الداكرون كف. الكف الداكرون ديت وظيفتها انها تعمل فايبروزس، فتمنع اي انفكشن يجي من بره السكن يعدي يوصل للدم من بره، انما ماليش دعوه من جوه، من جوه يعدي براحته، اتفقنا؟ من جوه دي يعتمد على الايه؟ على الايسبتيك تكنيك اللي حضرتك شغال بيها. انما الداكرون كف وظيفتها انها تمنع الانفكشن مايجريشن من السكن يمشي حوالين القسطره يوصل لجوه. فالمسافه دايما بتبقى ثابته 5 سم ما بين الهب والكف. المسافة ما بين الكف والتب هي اللي بتختلف على حسب اختيارك انت للمريض. انا بختار للمريض على حسب المقاس اللي انا هقيسه، على حسب خبرتي، وعلى حسب ما هنوري حضراتكم دلوقتي. ففي عندنا مثلا التوتال لينثز المتوفرة في السوق كله المصري والعالمي بيبدأ من اول 24 28 32 36 40 55، ده اسمه توتال لينث from the hub to the tip، ماشي كده الكلام؟ لو انت عايز تقيسها من ذا كف تو ذا تيب بتنقص 5 سم، ولكن كل الكلام ده ينطبق على ايه؟ على قساطر بتاعه الادلت بس، البيدياتريكس الارقام بتختلف. طيب هختار المقاس ازاي؟ والله المقاسات بتختلف بقى على حسب انت هتركب فين، وعلى حسب المريض اللي هتركب له السيرفس اناتومي بتاعه اخباره ايه؟ السيرفس اريا بتاعه المريض بتاعك اوبيز
طب لا اوفر ويت، لا موربد اوبستي، لا ده فيري ثان، لا ده شورت ستيتشر والمريض ستانتد جروس عشان بيخسم ان هو عنده 9 سنين، فالقصه تختلف. ولكن برودلي كده الارقام ما بتبعدش قوي عن اللي احنا هنقوله. لو انت هتركب فوق رايت وفوق ديت كل حاجه، يعني رايت انترنال رايت اكسترنال رايت سب كليفيان رايت النومينيت، ببدا اختار من 24 ل 28، ده المتوسط بتاعي. طيب مين هديله 24 ومين هديله 28؟ دايما بندي الاطوال الاطول الطول الاعلى للستات، ماشي كده الكلام؟ ليه؟ عشان البريست بيشد التراك بتاع الاسطره لتحت، فبتبقى عايزه الطول الاطول 4 سم ل 5 سم دول. طب لو انا هركب ليفت، الليفت بيبقى واخد كورس اطول بكتير من الرايت. بص حضرتك الليفت بيعدي الانترنال بعدين النومنت طوله اطول ب 3 4 سم عن الرايت النومنت، فعشان كده الاسطره بيحصل لها لونج مايجريشن، اتفقنا؟ فبنبقى محتاجين قسطره اطول، بنبدا من 28 في الرجاله وبنوصل ل 32 في الستات. طب لو انا هركب رايت فيمورال او رايت الياك، ببدا من 36 اب تو 55، ولو ليفت ببدا من 40 ل 55 عشان الليفت بيبقى اطول. وخد بالك كل ما القسطره طولت كل ما احتجت قسطره اعرض. نقول تاني كده، كل ما القسطره بقت اطول كل ما احتجت قسطره اعرض. يعني انا ما عنديش مشكله خالص اركب رايت انترنال 24 سنتي 14 ونص فرنش، اتفقنا؟ انما ال 14 فرنش دي او ال 14 ونص فرنش استحاله اركبها اليك. ليه؟ لان قسطره طولها 55 سنتي، لما انا اسحب ببامب عاليه على المكنه هيحصل سكشن في القسطره تقفل، فما ينفعش. فكل ما القسطره طولت كل ما انا احتجت ان انا اركب فرنش اعلى 15 ونص 16 16 ونص وهكذا. طيب القساطر بقى الانتي جريد اللي احنا قلنا اللي احنا بنشتغل بيها اغلبنا، شكلها عامل ازاي او بتتقسم لايه؟ زي ما دكتور زغلول قال ودكتور وليد قالوا اكوردنج للتيب ديزاين، شكل التيب نفسه. هو التيبس كلها ثلاث اشكال، يا اما تبقى المنظر الاولاني ده اللي اسمه ستابد تيب، او يعني شبه السلمه، او ساعات بيسموه بعض الريسورسز او في بعض الليتريتشر شوت جن تيب، ماشي كده الكلام. وبيبقى طبعا يعني القصير ده فين؟ القصير ده بيبقى الارتيريال او سوري يعني مش ارتيريال يعني الان فلو والاوت فلو، يبقى الاوت فلو ولا الان فلو، او نسميه الاحمر ولا الازرق؟ القصير الاحمر بالظبط كده، لان اتجاه الدم بيبقى نازل من فوق لتحت، اتجاه الدم بيبقى نازل من فوق لتحت، فاتجاه الدم الجديد بيخش في الاحمر ويطلع دم نظيف من الازرق من تحت. طب لو انا عكست اللاينز يعني ايه يا فندم؟ لو انا عملت المنظر ده على مكنه الغسيل بتاعي وبيحصل كتير، دكتور المريضه اللي مركبه الاسطره البرميكاس الاحمر بتاعها ما بيسحبش. طب يا مس اعمل ايه؟ اعكسي اللاينات. خد بالك انت ازاي؟ فعكسنا اللاينات. لو انت عكست اللاينات في الحمره دي يبقى انت بتغسل شويه الدم اللي جوه الاسطره. خد بالك انت؟ ليه؟ لان انت حطيت الازرق القصير، فبقى الدم الازرق القصير، فالدم بيطلع من هنا تقوم سحبه انت من تحت. فانت بتطلع الدم، يعني مثلا القسطره اهي، القسطره اهي تمام، بقى الدم بيطلع من هنا بيطلع من هنا تسحبه تاني، يطلع من هنا تسحبه، يبقى انت بتغسل شويه الدم اللي جوه القسطره وجوه اللاين بتاع الغسيل بس، اتفقنا؟ ده عيب القسطره الشوت جن والقسطره الايه اللي كمان السبلت تب، ماشي كده الكلام. انما الحقيقه العيب ده مش موجود في القساطر الايه السيمتريكال تب، ولكن السيمتريكال تيب نفسها في الحاله العاديه فيها نسبه ريسيركيليشن اعلى من القساطر دي. فيعني ما لقوش في الورد عيب، ده في عيب وده في عيب، فانت اكوردنج تو ايه تو يور بريفرنس، انت بتعرف تركب ايه، انت متعود على ايه، انت يعني ما فيش افضليه للمريض ما بين القسطره دي والقسطره دي في النهايه يعني. طيب النقطة الثانية من ضمن التيبس اللي احنا بنستخدمها واحنا بنركب، لو انت بقى هتركب القسطرة دي تاني السبلت تيب، ماشي؟ وهي على فكره دي مش يعني مش انتاج حصري لشركه معينه، هي كل الشركات بتنتج سبلت وبتنتج الستب، وفي شركات قليله هي اللي بتنتج السيمتريكال تيب. يعني هم مثلا اللي موجودين في مصر اللي اساطيرهم متوفره في مصر سيمتريكال تيب هم شركتين، اتفقنا؟ انما اغلب الشركات الثانيه بتعمل ايه الستب تيب. فهو القسطره الستيب دي بيبقى المسافه ما بين الارتيريال لاين والفينس لاين تقريبا من 2.5 ل 3 سم في قساطر القدم. لما نيجي نركبها بقى تاخد بالك كويس قوي من المنظر ده،
اللي هو ايه يا فندم؟ ان انا اخلي الارتيريال لاين باصص ناحيه الميد لاين بتاع المريض. نقول تاني كده، ان انا اخلي الارتيريال لاين باصص ناحيه الميد لاين بتاع المريض، لان انت لو عكستها سهل قوي 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 ان اللاين الاحمر يلزق على الوول بتاع الرايت اتريوم بالسلامه بقى كده، قسطره دي وقفت. ويبدا بقى تقول طب تلاقي المريض يا دكتور بيحصل له حاجه غريبه قوي، لما بيكح القسطره بتشتغل. خد بالك، لما المريض يحزق القسطره بتشتغل، لما المريض ياخد رجليه عليه القسطره بتشتغل. اه طب ما هي القسطره نايمه على الوول، فانت لما تعمل له كونجيشن جامد القسطره تشتغل، غير كده القسطره ما تشتغلش. اتفقنا؟ طب دي بنعملها ازاي واحنا بنركب؟ احنا عاده لما بنيجي ناخد المقاس، لو هركب انا فوق سواء رايت او ليفت، بحط التب ماشي المفروض على السيرفس اناتومي بتاع الرايت اتريوم، والرايت اتريوم ده على السيرفس اناتومي بحدده ازاي؟ بالظبط كده يا فندم، في كذا طريقه ماشي. الطريقه الاولانيه بجيب مثلا الاسترنال نوتش ماشي كده الكلام، والزيفويد بروسيس، وبجيب ميد واي ما بين، وانزل تحت سنتي او اتنين في الستات. في طريقه، في طريقه تانية تحت الاسترنال انجل اللي هي اول بروس تحت الاسترنال نوتش، بنزل تحتيه 2 سنتي. دي طريقه. وفي لو عندك سي ارم بقى والكلام ده مش هتحتاج الكلام ده خالص. وفي طرق تانية مكتوبه في الريتريشن، راح يقول لك لا ده انت بتدخل بقى، بص اعمل ايكو ويندو من تحت بالسونار بتاعك واتفرج على التب بتاعت القسطره لما تظهر لك. حلو، بس يعني اللي بيعرف يعملها وانت متعقم والفيلد متعقم، طب عقموا لنا السونار، طب هات يا مش عارف مين، القصه بقى الصعبه بتاعتنا دي. طيب انا هضمن منين ان الارتيريال لاين يكون على الميد سايد وانا بقيس؟ يعني انا دلوقتي حاطط القسطره عليا اهو، مريحها بحيث يبقى الارتيريال سايد جوه على الميد لاين باصص لجوه. طب ابص على القسطره من هنا بلاقي اللاين الاحمر ده لبره، فببدا اعلم الممرضه اللي معايا، اقول لها لما تديني القسطره اديها لي بحيث ان اللاين الاحمر يبقى لبره. فانا بحط التانلر، ده اسمه التانلر ماشي كده الكلام، بركب التانلر وباجي ادككه جوه المريض، ببقى ادككه بحيث ان الاحمر ده اللاين الاحمر خلاص هيبقى ايه تو ذا اوت سايد او تو ذا لاترال، عشان في الاخر يطلع المنظر ده في الاكس راي بتاعته. النقطه بعد كده البوزيشن بتاعه المريض، وطبعا ده كلام سهل وبسيط. لو انا هركب فوق بعمل تلندر امبيرك بوزيشن، وما بزودش يعني 10 درجات يعني في الزاويه، او لو هركب فيمورال اعمل ريفرس تلندر امبيرك عشان اعمل كونجيشن في الفيمورال بين، ولو اجي اركب فيمورال بعمل ايه فليكشن للني والاكسترنال روتيشن تو ذا هيب جوينت. طبعا هركب الالترا ساوند، في عندي ثلاث طرق اساسيه، شورت اكسس او اسمها الاوت اوف بلين ابروتش، او لونج اكسس اسمها ام بلين ابروتش، والطريقه الثالثه اللي بتجمع ما بينهم اسمها الاوبليك ابروتش. الطريقه الشورت اكسس ان انا بستخدم الشورت اكسس فيو لعرض الفين، نفس الطريقه اللي احنا قلناها، وبحط كده ببدا انزل بالسن لغايه ما اشوف التب بتاعه النيدل بتاعتي دخلت جوه الفين، تبقى حلوه وظريفه، والتب عندك بتاعه النيدل بتظهر كنقطه واحده في السونار. عيبها بس في الحته دي اللي هي ايه، اللي هو مع اي ميلان للالترا ساوند فورورد او باكورد انت غيرت البلين بتاعك اللي انت باصص فيه. يعني ما انساش ابدا كنا بقاعد بحاول اعلم حد من الدكاتره اللي عندنا يشتغل بالسونار، فهو ماسك السونار وبيدخل التروكر، يعني اهو ماسك السونار كده وبيدخل التروكر، فهو داخل بالتروكر لغايه هنا. طب انت مستني تشوف ايه؟ هو السونار بص على الحته دي، سن التروكر في صدر المريض، بالك في النيمو سوركس دلوقتي، احنا في النيمو حاليا تمام. فهي بس عايزه هاند اي كوردينيشن، انك تعمل كوردينيشن ما بين عينك وما بين ايدك عشان تظبط الايه القصه دي، تبدا تميل البروب يمين او شمال لقدام او لورا لغايه ما تلقط بالظبط التيب اوف ذا نيدل. ولازم تبقى عارف انا باصص فين ودخلت قد ايه من الايه من السن. والقصه دي مش هتحصل بعد مره ولا اتنين، لا ده بعد 10 15 20 30 حاله. حضرتك النهارده عايزين نتعلم سواقه، يلا بينا نسوق، هتفضل تبص طب البنزين يمين، لا الفرامل شمال، لا الدبرياش مش عارف فين، عشان توصل لمرحله السواقه انك بتسوق من غير ما تفكر عايزه وقت. السونار هو كمان حرفه، فعايز وقت لغايه ما حضرتك تتعلمه كويس. فدايما بنقول للناس ايه، اشتغل الحالات السهله بالسونار. بتسمع ردود بقى غريبه، تقول لك واحد قال لي مره هي ايه المتعه ان انا اشوف الحاجه واخش اجيبها، المتعه ان انا اجيبها من غير ما اشوفها. قلت له يا راجل يعني بتحس تسمع ردود غريبه فعلا يعني. طيب ف نجيبه ازاي الشورت اكسس فيو؟ حاجه زي كده، دي الكاميرا اللي كان دكتور كريم بيتكلم عليها.
بص حضرتك انا مصور هنا بثلاثة فيو، ادي صورة السونار، وادي اللي تحت ده فوق راسي، واللي هنا ده كانت كاميرا الايه الوحدة. ادي انا بدخل السن، والسن بيظهر الاندنتيشن بتاعته جوه الفين. مجرد ما دخلت خلاص سحب الايه، سحبت الفينس بلاد، والدنيا بقت تمام والحياة بقت جميلة، وما خدتش اكتر من 10 ثواني او 5 ثواني. الطريقه الثانيه اللونج اكسس فيو، ان انا بحط بقى بجيب اللونج اكسس وببدا اخش بالفي بالنيدل من جنب البروب بتاع السونار. الطريقه دي حلوه وجميله، وميزتها انك بتبقى شايف النيدل الهول لينث اوف ذا نيدل، بس تظبط الزاويه بتاعتها، شوف النيدل كلها وهي داخله. بس عيبها ايه؟ ان انا مش شايف الفين ده يمينه ايه وشماله ايه، اصل الارتري مين اخد بالك، فانت يعني لو عملت كده جيت في الارتري وما شفتوش. طب انا عشان احنا عندنا برضو ناس نعرفهم متخصصين يجيبوا الارتري بالسونار، يعني حط السونار عشان يجيب الارتري، اتفقنا؟ فاللونج اكسس بيتجاب، يعني هو صعب ان احنا نعمله في الانترنال، عشان لو انت حطيت البروب بتاع الالترا ساوند هتلاقي نفسك عشان تخش نزلت من تحت دقن المريض بالظبط، فالاسهل ان احنا طبعا بنحطه في الايه في الفيمور. ولكن الطريقه الاخيره وهي الاوبليك اكسس، ان انا بحط البروب بالجنب، بحط البروب بالجنب وابدا اخش على اللاترال اسبكت بتاع البروب بتاع السونار، بخش بالتروكر من الحته دي، فانا هنا شايف يمين وشمال وفوق وتحت، وفي نفس الوقت شايف الهول لينث اوف ذا نيدل، فانا جمعت مميزات الطريقتين. والطريقه دي سهله ممكن نعملها بمنتهى السهوله، ولكن تتدرب عليها مره 2 3 4 10 هتلاقي نفسك بقيت بيرفكت فيها. اتفقنا؟ هي موضوع زي ما قلنا هي حرفه، وتتعلمها تتعلمها مع الوقت. هنا هو حطينا البروب وظبطنا الدنيا وظبطنا ايدينا، بدأنا نجيب السن بتاع التروكر، بنخش من اللاترال اسبكت بتاعه من عند النوب، فالمفروض يظهر عندنا من هنا من الحته دي، بدأ يظهر اهوت الاندنتيشن بتاعته، وشويه هتلاقي السن نفسه بدأ يظهر معاك، وهتشوفه هو داخل جوه الفين. هي دي يعني ده اكتر بقى، ده اكتر ايه لذه، وانت قاعد في الالترا ساوند انت شايف الفين وهو داخل جوه السونار، وشايف كل حاجه قدام حضرتك وهي بتحصل. زي ما قلنا انت بتبقاش عينك على رقبه المريض، انت بتبقى عينك على الالترا ساوند، وايدك هي كمان على الالترا ساوند. ممكن نستخدم الالترا ساوند كمان عشان نكونفيرم ان الجايد واير موجود في الفين. بعد احنا ما ركبنا هنا ودخلنا الجايد واير، بنبص بالالترا ساوند تاني، بتشوف الجايد واير وهو داخل جوه الفين، بنشوفه نقطه بيضة بتلمع، خلاص حاجه راديو اوبيك كده بتبقى ظاهره. ايوه هو اللي ظاهر بقى هنا على الناحيه دي كده دلوقتي، شايفين النقطه البيضة اللي بتلمع دي؟ شايفين ولا نمتوا ولا ايه؟ نمتوا صح؟ هو ده الايه؟ هو ده الجايد واير. طيب احنا بنعمل الكلام ده ليه؟ عشان نحاول نعمل انتجريشن ما بين الاناتوميكال نوليدج اللي حضرتك عارفها ودارسها في الكليه وبتراجعها كل شويه، مع اليوز بتاع الالترا ساوند، عشان نضم الاثنين مع بعض ويطلع لنا في الاخر البيست براكتس اللي انا عايز اوصلها اوصل ليها انا كبيست سكيلز، وعايز اقدم احسن خدمه للمريض بتاعي. من ضمن التيبس كمان اللي كان دكتور زغلول ودكتور وليد قالوها، وهي الجايد واير. ساعات كتير قوي خلاص، يعني دكتور وليد قال على تيب كده صغيره، ان الناس بتدخل الجايد واير وعمال يدخل يدخل، وتلاقي بقى مره واحده العيان يقول لك ايه، دكتور انا حاسس ان قلبي بيتخلع مني، ايه بقى اللي حصل له ده؟ اريزميا. انت فاهمني؟ لا، فانت لازم تبقى واخد بالك كويس قوي. بص حضرتك احنا بنركب رايت انترنال زي ما دكتور وليد قال 15 سنتي، الجايد واير ده 70 سنتي، اخد بالك ده ايه؟ ده 70 سنتي، اوعى تدخله كله ده. تمام؟ فاحنا الجايد واير عليه علامات، ادي علامه 2 3، احنا بنخش لغايه العلامه الثالثه لو احنا بنركب رايت انترن. فبتبقى واخد بالك بس وانت بتدكك الجايد واير، بتعمل له ادفانسمنت ان انت بتوصل للعلامه الثالثه وتوصل للنقطه دي. بس ساعات كتير بيحصل انا شايف الفين قدامي مفتوح ودخلت بالالترا ساوند، والجايد واير دخل 5 6 7 سنتي ووقف، وعمال ازق ما بيزقش، اعمل ايه؟ في تريك بسيطه قوي، ساعات بيبقى في ناروينج صغير في الفين وانت محتاج تعديه، والحته البلانتد عشان ده اسمه جي شيب جايد واير. طب انت مش عايز اخليه جي، انا عايز اخليه اي، عايز يبقى عصايه يعدي، فبقوم ماسكه فرده كده بالمنظر ده، عشان الجايد واير ده قديم شويه، شده كده من ورا وتتعمل بايد واحده، لو انت فردته كده ارجع وخش تاني هتلاقي الجايد واير عدى. وادي الفيديو ده موضح الطريقه اهي. تمام؟ طيب دي التريك اللي بعد كده. من التبس والتريكس برضو المهمه تعرفها لما تيجي تعمل التريك السبكوتينيوس تريك بتاع القسطره، اعمله وايد
اند لوب. فده مثلا مثال على تراك يعني يعتبر الى حد ما بيرفكت تراك, وده مثال على تراك مشكلته ايه؟ نارو. فده بمنتهى السهوله يحصل له ايه امنيه؟ يحصل كينك في الاسطره, الاسطره اسبوع اتنين تلاته وتقف ما تشتغلش. اتفقنا؟ فتاخد بالك من النقطه دي ما بين الايه الوايد والايه والنارو تراك. تاخد بالك انك ما تعملش التراك عالي قوي. يعني احنا دايما بنقول, لو بنقول للدكاتره عندنا, لو هتيجي انت مخطط من الاول ان مريضك يركب برميكاس, هات الفين من تحت, هات الفين فروم ذا لوست بارت, من ذا لوست ايه سايد بوسيبل. ما تجيبش انت الفين من هنا وتيجي ترسم التراك تلاقي نفسك راسم التراك تحت ودن العيان, الاسطره تعدي من, مش هينفع طبعا. اتفقنا؟ فاحنا بنجيبه فروم ذا لوست ايه بوسيبل بارت من النقطه دي. اخر حاجه ان انا ببص على الكاثيتر تيب بعد ما ركبت الاسطره, بتاكد كويس ان التب موجوده في مكانها, ان التب تكون موجوده في الرايت في الميد رايت اتريوم. وده بتاكد منها بطريقتين, يا اما اكون بركب بفلوروسكوبي, يا اما بعمل بوست انسرشن الترا ساوند. انا طولت 5 دقايق عن الوقت دي, وشكرا جزيلا لحضراتكم.